ايه؟ بصي بابي الهبيت ده مال جنبه بيشرب سجاير كده وجنبه كده في الراجل اللي قاعد قدامي بيعمل كده بالزيت الدخان يعني في وشه؟ يعني انت قصدك يعمل ايه يعني؟ ما يشربش سجاير علشان ما يضرش نفسه. ماشي، ولا يشرب كده كده ويقوم نفخ كده بعيد؟ لا مش دعوة، ينفعش كده. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ لا لا ليه؟ ما هو حر بقى، عايز يشرب سجاير هو حر يعني. لا ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو هيضر نفسه وهيضر ولاده وهيضر مراته وهيضر ابوه واصحابه بالمرة. واصحابه بالمرة؟ اه. طب ايه رأيك اللي قصاده ده اللي هو بيتنفخ في وش الدخان؟ ايه رأيك هو نفسه يشرب اهو؟ ده تلاقيه طلع هو نفسه بيشرب. لا ما انت قصدك التاني مش اللي لابس احمر؟ اه. طب ايه رأيك اللي هو بيدخل في وش الدخان ده يشرب سجاير هو كمان؟ لا ما هو هيضر الناس اكتر بقى، عشان ما هما الاتنين يقعدوا بقى ايه في وش بعض. ولا ايه؟ ولا ما يشربوش سجاير اصلا؟ اصلا مش عارف. طب روحوا قولي لي. لا ليه 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 ما تروحي قولي له؟ لا ليه كده خايفه ينفخ وش؟ اه. طب لو رحت قلت له هتقول له ايه؟ اضرب. الحمد لله ازي حضرتك. لو رحت قلت له هتقول بتقول لك يا فاطمه؟ والله ازي حضرتك، الله يخليك فات، الله يعزك، الله يخليك يا فندم، كتر خير. بقيتي مشهورة. كات.